وعن أنواع المفطرات قال فضيلته: الذي يصام عنه حسا الأكل والشرب والجماع، هذا مذكور في قول الله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا في القرآن، وهي مفسدة للصوم بإجماع المسلمين. من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي يكتفي بها عن الأكل والشرب، أما غير المغذية فلا تفطر، سواء ضربها الإنسان في الفخذ أو في العرق أو في الوريد أو في أي شيء. هذه أربعة. الخامس إخراج المني بفعل الإنسان، يعني أن يفعل فعلا يخرج به المني، سواء قبل زوجته فأمنى أو ضمها فأمنى أو ما أشبه ذلك، فهذا يفطر. أو استمنى بيده أو على مخدة أو على فراش حتى خرج المني فإنه يفطر ويفسد صومه. السادس إخراج القيء عمدا، إخراج القيء عمدا. القيء معروف أن يخرج الإنسان ما في معدته من الطعام والشراب إذا تعمد، انتبه يا أخي، إذا تعمد. أما إذا غلبه القيء فإنه لا يضره. السابع إخراج الدم بالحجامة، إخراج الدم بالحجامة، يعني لو أن الصائم حجم فخرج منه دم فسد صومه. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، الثامن خروج دم الحيض والنفاس، يعني إذا خرج دم المرأة وهي صائمة فسد صومها، يعني بذلك الحيض أو النفاس. فلو حاضت المرأة قبل غروب الشمس بخمس دقائق فقط يفسد صومها أو لا؟ نعم يفسد. ولو حاضت بعد الغروب بدقيقة لا يفسد صومها. وأما ما اشتهر عند النساء يقولن إذا حاضت المرأة قبل أن تصلي المغرب ولو بعد غروب الشمس فصومها فاسد، فهذا غير صحيح. متى غابت الشمس وهي لم تحض فصيامها صحيح، حتى لو أحست بأن الحيض تحرك قبيل الغروب ولم يخرج إلا بعد الغروب فصيامها تام وصحيح، لأنه ما خرج شيء. وإن لم تصلي، العبرة بإيش؟ بغروب الشمس وخروج الدم، النفاس كذلك. طيب، دم الاستحاضة، الدم الذي يسمى دم فساد، هل يفسد الصوم؟ لا، لا يفسد الصوم إلا دم الحيض أو دم النفاس. اعلموا أيها الإخوة أن هذه المفطرات السبعة لا تفطر إلا بشروط ثلاثة: الأول أن يكون عالما، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون عامدا. هذه الشروط ثلاثة لا بد من مراعاتها حتى لا يفسد الإنسان عبادة عباد الله وهي غير فاسدة.